للمزيد من التفاصيل من نيروبي ينضم إلينا مفادنا عبد الرحيم الفارسي. عبد الرحيم، لخص لنا أهم ما كان من أعمال هذه القمة وما خرجت به حتى من تعهدات. نعم، بإعلان أو بيان نيروبي الذي صدر عن الزعماء الأفارقة يتألف من 8 صفحات كلها موجهة نحو المستقبل، ولكن هناك خطط يعتزمون أن يقوموا بها وخطط أخرى رهينة بما يقدمه العالم الآخر للقارة الإفريقية. الزعماء تحدثوا اليوم عن أن ما تنتجه القارة الإفريقية مثلا من الطاقة النظيفة لا يتجاوز 56 جيجاوات، وهم يتعهدون وفق البيان من هنا إلى عام 2030 بإنتاج 300 جيجاوات من الطاقات النظيفة، سواء أكانت شمسية أو ريحية أو من خلال مياه المحيطات، ينتجون على الأقل 300 جيجاوات. هذا جزء من مشروع ضخم يقولون إنهم مقبلون عليه، ولكنهم يربطونه أيضا بمشاركة ومساهمة العالم الخارجي من القارات الأخرى خاصة الأوروبية والأمريكية لأداء جزء من الضريبة التي هي ناجمة عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي التي تضررت منه القارة الإفريقية. وكما جاء على لسان الرئيس الكيني الذي رأس هذه القمة إن القارة الإفريقية تدفع ثمنا لاحتباس حراري لم تكن هي مساهمة فيه سوى بالنزر القليل. إذن القارة الإفريقية أيضا دعت المجتمع الدولي إلى مساعدتها في نقل التكنولوجيات النظيفة وفي تعليم وتدريب الكوادر وتشجيع الشركات الناشئة والشركات الوسطى على إنتاج صناعات نظيفة وصناعات مستدامة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتضمن أيضا حياة بيئية ملائمة وسليمة. من نيروبي مفادنا عبد الرحيم الفارسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحيم على كل هذه المعلومات.